بالدموع والحزن والألم شيع أهالي قضاء المسيب ولدهم الشهيد مظفر الحمداني مع ولديه الشهيدين اللذين ذهبا ضحية التفجير الإرهابي الذي استهدف سيطرة 54 عند مدخل كربلاء المقدسة. المشيعون أبدوا حزنهم مؤكدين بأن مدينتهم عانت الكثير في السنوات الأخيرة حتى أطلق عليها مدينة الشهداء. هذه ليست أول قافلة تودع شهداء للوطن، استشهدوا هؤلاء الثلاثة في خضم الزيارة الأربعينية للإمام الحسين. لن يثنينا الإرهاب، لن تثنينا الدماء، سنبقى على درب الحسين سائرون، ولن يثنينا الإرهاب، وسنبقى نتنفس الحرية. مدينة المسيب ليس كأول شهيد يسقط فيها، وإنما هي أصبحت مدينة الشهداء، حيث توالت عليها الصدمات من الصهريج إلى الهاونات إلى غيرها من التفجيرات الإرهابية التي طالت أبنائها الأبرار الأنقياء المؤمنين. المواطنون في القضاء عبروا عن غضبهم وطالبوا الجهات ذات العلاقة بأخذ التدابير اللازمة ووضع خطط أمنية جديدة بدلا من الإجراءات الروتينية المعقدة ومحاسبة المقصرين والوقوف على تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدها القضاء. من السقوط لحد الآن أنطينا تقريبا آلاف الشهداء وما منتهي الشغلة، فناشد الحكومة والأخوان بالدولة يسوون حل لهذا الشيء، يعني سيطرات مركزة، سونارات من هاي الحديثة، مو سونارات قديمة وما تكشف المتفجرات، لازم يسوون فتح حل لهاي الناس اللي جاي تقدم شهداء. احنا الى متى هاي دماءنا يعني الرخيصة ودماءنا تنزف، وهاي الشباب مالتنا دا تروح وعوائل انطفت. هسه الله يساعد اهلهم والله يعين ابهاتهم وامهاتهم، والفقد ولده والفقد ابنه والفقد عائلته. احنا الى متى؟ احنا ناشد الحكومة من فوق من الخضراء الى المسيب يشوفون حل. العراقيون اليوم بحاجة ماسة إلى حكومة وطنية موحدة متصفة بالكفاءة، إضافة إلى إجراءات حقيقية للحد من العمليات الإرهابية المتكررة التي تستهدف المواطنين الأبرياء، وسط دعوات بأن يعم الأمن والأمان بجميع محافظات العراق. من قضاء المسيب، حسين الفتلاوي، قناة التغيير.